لدي بعض الرسائل أبرزها لحجاج بيت الله الحرام، منها أن الذين يريدون أن يحجوا وفرت حملات الحج ووسائل الطوافة صناديق أمانات للاستفادة منها قدر الإمكان وعدم حمل مبالغ كبيرة في المشاعر، كذلك الإبلاغ عن أي ملاحظة أمنية وذلك على 911 جاهزين لاستقبال أي بلاغ من الحجاج وأي ملاحظة سواء أمنية أو جنائية. جميع رجالنا منتشرين في المشاعر المقدسة تلبية لنداء أي شخص في المشاعر المقدسة، كذلك عدم شراء الكوبونات وسندات الهدي والأضاحي من إلا من منافذها النظامية. أختم بأن عدد الحملات الحج الوهمية التي ضبطت إلى الآن 71 حملة وهمية وئدت في المناطق وحيلوا إلى النيابة العامة، وبلغ عدد مخالفي أنظمة تعليمة الحج 13429 من السعوديين و 25257849 أجانب. هؤلاء أعيدوا ومن تم تبصيمهم إلى تاريخ 964 شخص وضبط 2222 ناقل وخالفين، وجميعهم سيتخذ إجراءات بحقهم.